السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي جامد. فيديو عملنا بتشتركوا في القناة أنا أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر عن مليون لايك في الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين بيزدوا السلة في بنك واحد زويها إيدهم بيزدكم كوباية كل بينزل إزاي كل كوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن واحدة بالليل راح كل ناس راح كل ناس مع بعض دي بيلف الصحون بيعمل عرض بس لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيجي عربية ويلفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فهمت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده هيشيلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده هيحطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا أي حاجة لأ تجيب لزق وتلزق دي بيلون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل في وسط بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه نعمل بيديه كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيبقى طاير بالحبل ومدور التاني بيحطه تحت المصنع الشغير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوف هو مبسوط ازاي الآلة ديت بص هو كانت في أي كسر دي تزحلق على الماء يلف كام واحدة عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حلبة الرفيعة اللي بيفتحها بيفتح حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد دي برضه نوع من اللزق اللي بيلمع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بدفع رسالة كمان وصلها وركبت في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي مصورة مكسورة بيجيب اللازم يجيب لف من حوالين دي بيقطع عامل زي السلايم سلايم. بص عامل ازاي وواحد عايز الناس يلعب فيه دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تزيين العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي بنسفه بنسفه بنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول يروح جايبه من هو جاي دي برضه بيقطع حتة رفيعة نوع من الأكل بيقطع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعهم وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه نقول لا يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وما جاي يمسكوا حاجة حادة زي ما جاي يرسموا عليها يجيبوا تشوف حاجة حادة موت جاب موسى عشان ينعمها بيديه عندها بقى ايه بقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت الجوزخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة وركب في أي حاجة بس دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اه بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن بالظبط زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا مش عايز اتلون وكده
دي برضه بيرسم على خشب ديكور، بيرسم ديكور دي بيرسمها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي اللون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد الصفة ولا حاجة؟ وهي دي بقى دي شو بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ دي برضه بتاعهم من الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعهم. دي برضه النحاس لون الفرق اللون، دي بتاع البنات وكده بتاع البنات. شوف بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية سكينة ملتوية. بص عمال يقطعها، ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في دفعة للخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدموه في حاجة الخيزران ده. شوف السكينة حامية ازاي، دي النحاس بتستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بتستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع الطهي، الطهي ده اللي هو بيصنع واقي وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنات لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، تلاقي دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه أنواع من التمارين، برضه أنواع من التمارين عشان يقدر نكتلف زي الفار كده. دي الفار بدون ما واو، دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر، واو. دي نوع برضه من الزيت بس دي زيت ناشف، والنوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي النوع برضه من الأكل، وعلى عايز واحدة زي دي يروح وكلها على طول وينسى.